أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم طيب أعيس، خبير اقتصادي ومالي، وذلك لمناقشة القرار الأخير لبنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%. وما هي تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني، لا سيما الاستثمارات وتمويل المقاولات والأفراد؟ البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة من 2% إلى 2.5%، وهذا كان متوقع باعتبار ان واحد مجموعه من الدول على المستوى العالمي، سواء اوروبا ولا امريكا قبلها، رفعت البنك المركزيه ديالها السقف ديال هذه يعني نسبه الفائده المرجعيه. طبعا امريكا واوروبا رفعوا هذا السقف هذا باش للتحكم في مستوى التضخم اللي كاين في امريكا وفي اوروبا. كنعرفوا ان في امريكا تقريبا كاين 9% يعني في 2022، وفي اوروبا واحد المتوسط ديال 8%. باش يكبح جماح التضخم، البنوك المركزيه تلجا الى رفع سعر الفائده المرجعي. لماذا؟ لان ملي كنرفعوا هذا السعر الفائده المرجعي، الأبناك التجارية كتعتمد على هذا السعر المرجعي ديال البنك المركزي، وكترفع حتى هي النسبة ديال الفائدة ديالها. وبالتالي هنايا قيمة أو تكلفة المال تكون غالية، يعني تكلفة التمويل تكون غالية. وشنو اللي كيوقع؟ اللي كيوقع بما باعتبار أن تكلفة المال وتكلفة التمويل غالي، فالشركات والمقاولات لا تلجأ الى القروض البنكيه لانها غاليه لا تلجا اليها، وكذلك المستهلكين لا يلجؤون الى الاقتراض البنكي. اشنو اللي كيوقع ملي ما كيلجؤوش للقروض البنكيه؟ كينقص الكتله النقديه المتداوله في المجتمع. لماذا؟ لان الكتله النقديه المتداوله في المجتمع شنو هي؟ هي فيها جوج الحوايج، فيها النقود يعني اللي كتطبع، وفيها كذلك القروض، يعني بمعنى ان البنوك تخلق كتله نقديه. كيفاش؟ البنك ملي كيكون عنده مثلا 1000 درهم، هو كيمشي كيقرضها للزبون الاول والزبون الثاني والزبون الثالث والرابع والخامس حتى السبعه وحتى الثمانيه ديال المرات. يعني نفس ال 1000 درهم كتولي 8000 درهم. لماذا؟ لان ملي كيقرضها ما كيعطيش فلوس، كيكتب ليها غير كتابه في الكناش المحاسبي ديالو. وبالتالي البنك تساهم في خلق الكتلة النقدية. وهنا الكتلة النقدية بفضل او بسبب القروض البنكية تتضخم. ملي كتضخم هذه الكتلة النقدية اشنو كيوقع؟ الفلوس كتكون كثيرة في المجتمع. ملي كتكون الفلوس كثيرة في المجتمع، القيمة ديالها كتنقص. ملي كتنقص القيمة ديالها، القيمة ديال البضائع والسلع كترتفع. وهذا هو التضخم. إذا البنك المركزي شنو الآلية اللي عنده لكبح جماح التضخم؟ هو كيزيد في التكلفة ديال القروض البنكية. ملي كيزيد في هذه التكلفة هذه، الناس الشركات ولا الأفراد اللي كانوا كيلجؤوا للقروض البنكية كينقصوا من القروض البنكية ديالهم، وملي كينقصوا من القروض البنكية كنقصوا من الكتلة النقدية المتداولة في المجتمع. وملي كنقصوا من هذه الكتلة النقدية كتولي القيمة ديال الفلوس كتطلع. ملي كتطلع القيمة ديال الفلوس كنقصوا من التضخم. إذا واضح الفكرة ديال يعني هذا الميكانيزم ديال الرفع من السعر المرجعي. طبيعة الحال إمتى كنلجؤوا لهذا الميكانيزم هذا؟ هو ملي كيكون التضخم ناتج عن الكتلة النقدية الوطنية. ولكن في الحالة ديال المغرب، يعني هذه الحالة ديال أوروبا وديال أمريكا، يعني الأوروبيين عندهم واحد التضخم نقدي والامريكان عندهم تضخم نقدي، وبالتالي ملي كيزيدوا في هذه الكتله في هذا السعر المرجعي كينقصوا من التضخم ديالهم. ولكن بالنسبه للمغرب ملي كنديروا التحليل ديال التضخم ديال اللي كاين في المغرب، الاغلبيه ديالو جاء من الخارج، يعني هو تضخم مستورد، يعني ما عندوش علاقه بالكتله النقديه المتداوله في المجتمع المغربي على المستوى الوطني. هي جايه من الخارج بسبب الاسباب اللي كنعرفوا، هي الحرب الاوكرانيه، الحرب يعني الازمه ديال كورونا، وازمه ما بعد الخروج من ازمه كورونا الى اخره. هذه كلها اسباب خارجيه ادت الى ارتفاع الفاتوره ديال الطاقيه ديال البترول ومشتقاته،
وكذلك الفاتوره ديال المواد الغذائيه والمواد المستورده عموما في الخارج، المواد الغذائيه والمواد يعني لي زيكيبمون السيارات الى اخره، كل ما نستورد في الخارج تزاد القيمه ديالو، وبالتالي هذا الشيء اللي تزاد راه اثر مباشره على الاقتصاد الوطني وخلق هذا التضخم اللي كاين على المستوى المجتمعي. هذا السبب الاول للتضخم. السبب الثاني هو غياب التنافسيه على المستوى الوطني، بمعنى ان كاين واحد المجموعه من القطاعات اللي فيها شركه شركتين ثلاث شركات اربع شركات اللي مسيطره على السوق بشكل كبير، وبالتالي هذا الاوليغوبول اما مونوبول ولا اوليغوبول كيخلق ما كيخلقش واحد التنافسيه اللي كتؤدي الى التوازن بين الطلب والعرض والطلب، وبالتالي كيخلي الاسعار ترتفع في ظل هذه الازمه. يعني هذه الشركات استغلت الفرصه باش ترفع يعني الاسعار بطريقه غير عاديه. طبعا هذه ما عندهاش علاقه بالكتله النقديه المتواجده في المجتمع، وهذه الاليه ديال الرفع ديال السعر الفائده المرجعي ديال البنك المركزي لن تؤثر، وهذا هو التحليل ديالنا انها لن تؤثر مباشره على هذه الحاله هذه لهذه الاسباب. لو كان السبب هو ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة في المجتمع يمكن أن تؤثر، ولكن هذه للأسف لن تؤثر. والذي يبدو أن البنك المركزي المغربي ساير التوجه العام اللي كاين على المستوى العالمي، وكتخوف يعني باش حتى يدير حتى واحد الآلية يعني دو برودونس، يعني ديال لا برودونس، ودار هذا الإجراء اللي هو الزياده في سعر الفائده. الان شنو هي النتائج اللي غتقدر تكون؟ في نظري ان ما غتكونش عندنا نتائج مباشره على التضخم في المغرب، لان التضخم في المغرب مرتبط بالخارج. النهار غينقص البترول، قيمه البترول على المستوى العالمي وراه بدا كينقص، راه كان في تقريبا 99 دولار للبرميل كمتوسط، نزل ل 88 وغينزل مازال، متوقع ان غينزل مازال يعني في 2023 غينزل تقريبا 82 بين 82 حتى 85 دولار. وبالتالي هذا الهبوط ديال الاسعار ستؤثر ايجابا على التضخم في المغرب بغض النظر عن الاليات اللي غنستعملوها وطنيا. وكذلك الحرب الاوكرانيه، الى وقفت الحرب الاوكرانيه ان شاء الله كنتمنوا توقف اقرب وقت، يعني لو وقفت ولكن الذي يبدو انها لن تقف، يعني الذي يبدو ان هذه الحرب الاوكرانيه مازال غتستمر في 2023 للاسف. لماذا؟ لان الامريكان اكشتي عاد يلا بداو كيبيعوا السلاحات وعاد كيمولوا والرؤساء حتى هما كيستعدوا، والكل يستعد لاستئناف الحرب ما بعد فتره البرد، يعني في الربيع. يعني الكل الان سواء الامريكان ولا الاوروبيين ولا الرؤساء كيستعدوا لاستئناف الحرب في الربيع، يعني بمعنى ان راه في الربيع الحرب يلا غتشعل عاوتاني، يعني في مارس افريل ماي يلا غتشعل عاوتاني. وبالتالي يعني الحرب الاوكرانيه باقا مستمره للاسف، وبالتالي ملي غتنقص هذه الازمات يعني الاثمنه ديال المواد الغذائيه ديال القمح والزيوت وغيرها غتنقص، حتى في المغرب غتنقص اوتوماتيكيا. ولكن في الحقيقه ما عمرها غترجع مازال لذاك المستوى اللي كانت فيه فيما قبل، ما عمرها غترجع، غتنقص شويه وتنقص واحد 10% وكذا، ولكن غتبقى في نفس المستوى ديالها. لماذا؟ لان طبعا الشركات والمؤسسات اللي كتاجر بهذا السلع غتبغي تحافظ على ذاك لي مارج اللي مهمين وكبار. وبالتالي ملي غينقص هذه المسائل كلها على المستوى الدولي راه غيأثر ايجابا على التضخم في المغرب. وبالتالي هنايا هذه الآلية ديال الرفع من تكلفة التمويل اشنو النتائج اللي غتكون عندها؟ دابا شفنا ان النتائج ايجابية ما غتكونش، ولكن للأسف غتكون عندها نتائج سلبية. اشنو هي النتائج السلبية اللي تقدر تكون عندها؟ النتائج السلبية انه ملي كنرفعوا من تكلفة التمويل، يعني التكلفة ديال الفلوس ملي كتمشي عند البنك، دابا الى البنك المركزي رفع من 2.5 من 2 حتى 2.5%، البنك المركزية راه غترفع 6% 7% ربما 8%، يعني هذا هو التوجه اللي غيكون الان.
ملي غيكون هذه التكلفه هذه غاليه، لان 8% راه غاليه، يعني ديك الشركه اللي غتمشي تستثمر خصها تمشي تقترض عند البنك. ملي غتمشي تقترض عند البنك غيقول لها 6% 7% 8%، غدير الحساب ديالها داك المشروع اللي غندير انا واش غيجيب لي بعدا هو لو تي غي، يعني لو طود روندومون انترن ديالو، يعني داك الانتاجيه الداخليه ديال المشروع واش غتوصل 6% 7% ولا ما توصلش. فدير لهاد الازمه ما توصلش، وبالتالي ما غاديش نستثمر. يعني اي شركه تقول لك اسيدي بالنقص ما غاديش نستثمر هذه الفتره هذه، نتسنى حتى نشوف. وبالتالي هنا شنو غيوقع؟ الاستثمار يعني يتقلص، وملي غيتقلص الاستثمار شنو غيوقع؟ هذيك الشركه اللي كانت غتستثمر وما استثمرتش، كانت ملي غتستثمر غتدخل يد عامله، غتخدم الشباب، غتخدم يد عامله جديده وغتخلق فرص الشغل. دابا هذوك فرص الشغل ما يتخلقوش، فاهمين؟ من ناحيه اخرى من جهه المستهلك، المستهلك اللي بغى يشري طوموبيل، بغى يشري ثلاجه، بغى يشري دار، غيمشي عند البنك يقول لي غتخلص لي واحد 8% ولا 10%. اقول له سيدي بالنقص، خلي حتى العام الجاي ولا حتى المدى واحد العامين، ياك؟ علاش؟ لان التكلفه ديال النقود ديال الفلوس مرتفعه، وبالتالي كيقول لك اسيدي ما بلاش ما نستثمرش ما نشريش دابا. وهذا الاستهلاك غينقص، ملي غينقص الاستهلاك اش غيوقع؟ يعني هذاك المستهلك انا ولا انت ولا اي واحد اللي كيستهلك وكذا، ملي كنستهلك شنو كنستهلك؟ كنستهلك المواد اللي كتنتج الشركات، وبالتالي هنا رقم المعامله ديال الشركات غينقص. عندما رقم المعامله نقص والاستثمار نقص، ملي غينقص رقم المعامله ديك الشركه اللي كانت كدير واحد المعامله واحد رقم المعامله كبير ونقص ولا ما تزادش، ما غاديش تستثمر وما غاديش تدخل يد عامله جديده، عاوتاني البطاله عندنا غتزاد، عندنا واحد نسبه النمو منخفضه، هذا سيؤثر سلبا على نسبه النمو اللي غتبقى منخفضه. ملي غتبقى منخفضه شنو غيوقع؟ ما غنخلقوش فرص الشغل، لان شنو هو فرص الشغل؟ هو خص يكون عندنا واحد، دابا المغرب باش نفهموا مفهوم مزيان، المغرب محتاج واحد على الاقل واحد 6 7% ديال نسبه النمو باش يخدم الشباب اللي عندنا. حنا دابا شحال عندنا؟ عندنا 1.1% 1.1%، وكاين واحد الدراسات اللي كتقول 0.7%، والبنك المركزي كيقول 1.1%. يعني 1.1% راه قليل بزاف، يعني في 2021 كان عندنا 7.9%، يعني الحكومه السابقه خلات 7.9%، دابا وصلنا 1.1% من 7.9 تقريبا 8 ل 1.1، يعني ضعيف جدا. وبالتالي هذه نسبة النمو لا تستطيع أن تخلق فرص الشغل لاستيعاب البطالة اللي موجودة عندنا. كنعرفوا دابا أن البطالة عندنا عموم البطالة 12%، 12% بزاف، وعند الشباب كتوصل ل 40 45%، عند بعض الفئات العمرية كتوصل ل 40 45% ديال هذه نسبة النمو، نسبة يعني البطالة في هذه الشريحة ديال الشباب. وبالتالي هنا محتاجين نسبة النمو، وهذا الاجراء دابا غيخفض نسبه النمو. ملي غيخفض نسبه النمو طبيعه الحال الشركات وسميتو ما غتستثمرش، ورقم المعاملات ديالها غينقص، وبالتالي هي ما غتحركش مزيان وما غتدخلش الشباب وما غتخلقش فرص الشغل، وهذا كله سيؤدي الى واحد الحاله اللي صعيبه اللي كتسمى لا ستاغفلاسيون. شنو هي لا ستاغفلاسيون؟ هي الركود التضخمي ولا التضخم الركودي، يعني عندنا التضخم وعندنا الركود. يعني التضخم غيبقى، لماذا؟ لانه مستورد، لانه داكشي اللي شرحنا، ولكن نسبه النمو غتبقى ضعيفه. دابا غيكون عندنا نسبه النمو ضعيفه ونسبه التضخم عاليه، وهذه اخطر حاله اللي هي التضخم الركودي، وما بغيناش نوصلوا لهذا التضخم الركودي، ولكن الذي يبدو ان احنا داخلين فيها. علاش؟ لان هاد النسبه هاد الحاله ديال التضخم الركودي صعيبه بزاف. لماذا؟ لان هي في الحقيقه كتخلق ازمه اقتصاديه، ولكن في نفس الوقت كتخلق ازمه اجتماعيه. ملي كتكون عندك البطاله، راك عارف البطاله هي ام المصائب، المصائب كلها كتجي من البطاله، واحد الا ما عنده الا ما خدامش راه الله يستر. وبالتالي هنايا هاد الحاله هذه ديال التضخم الركودي صعيب بزاف وخصنا نتفاداوها. دابا شنو هو الحل؟ الحل هو نخدموا ان الحكومه وان الدوله تشتغل
على تحريك العجلة الاقتصادية الوطنية باش يكون عندنا النمو، باش نكون نفوتوا من 1.1% خصنا نوصلوا 6 ولا 7 ولا 8%. راه الدول السائرة في طرق النمو بحالنا راه كتوصل 10% 12%، راه إثيوبيا كتوصل 12%، رواندا وصلت 12%. يعني هاد الدول اللي صاعدة خصها واحد نسبة نمو كبير جدا لامتصاص هذه البطالة ولتحريك العجلة الاقتصادية. وبالتالي ملي كتحرك العجلة الاقتصادية وكننتجو، ملي غنتجو اوتوماتيكيا غنصدروا، ملي غنصدروا طبعا غيكون الرواج وديك الساعة الاسعار غترجع للمستوى ديالها. ثم كاين واحد المسألة اخرى اللي مهمة جدا هي البوفوار داشا، يعني القدرة الشرائية ديال المواطنين. باش تكون عندنا واحد القدرة الشرائية لمواجهة التضخم، حيت دابا التضخم الأسعار عالية ولكن القدرة الشرائية منخفضة، دونك خصنا نحركوا العجلة باش الناس تشتغل. ملي غتشتغل الناس نخلقوا فرص الشغل، اش غيولي؟ غيولي نسبة يعني القدرة الشرائية كتطلع. ملي كتطلع القدرة الشرائية، واحد اللي عنده القدرة الشرائية واخا يكون الحاجة غالية راه غيشريها، ولكن الا ما عندوش واخا يكون رخيص راه ما يشريش. وبالتالي خص نشتغلوا باش نوفروا الجو العام والمحيط ديال الاعمال وديال الاشغال وديال يعني الاقتصادي، المحيط ديال الاقتصاد اللي كيوفر يعني هاد التحفيزات للعمل والاستثمار وخلق فرص الشغل، ونشجعوا الشباب يشتغلوا ونطلقوا الفينانسمون، نطلقوا التمويل للشباب والشركات والمقاولات والمستهلكين باش نحركوا يعني العجله ديال الاقتصاد. وملي غتحرك يعني هاد الرواج كله وغيكون هاد يعني البوفوار داشا، شنو غيولي؟ غيولي كذلك حتى يعني ليبارن، يعني التوفير، يعني الناس كتوفر. يعني حيث الواحد ملي كيكون عنده قدرة شرائية عالية وكيستطيع عنده خدام والعائلة ديالو كله خدام وكل شيء الناس خدامين، راه يقدر يوفر. ملي كنوفروا الادخار، طبعا الادخار هو اللي كيخلق الاستثمار المستقبلي، وهذا هو اللي خصنا نشتغلوا عليه.